السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. ازيكم يا شباب؟ أتمنى يا رب إن أنتوا تحققوا كل اللي أنتوا بتتمنوه بإذن الله. إن شاء الله السنة دي هتبقى سنة جميلة عليكم بإذن الله، وهتبلغونا إن شاء الله بفرحتكم بإذن الله تعالى. في البداية يا جماعة، المرة دي معلش استحملوني أنا، بس في المقدمة دهيت عايز أقول حاجات ما بعرفش أو ممكن ما بلحقش أعملها في ردود عليكم يعني، ففي حاجات كده عايز أنوه عنها بسرعة يعني. طبعا انت حضرتك بتخش القناه بتاعتي او على فيديو مثلا من نتائج البحث او كده، فبتلاقي الفيديو جاهز وبتشتغل وربنا يكرمك يعني. بس اللي انت حضرتك لازم تعرفه ان الفيديو ده او الفيديوهات اللي موجوده اللي هي تعدت ال 500 او اكتر، ان الفيديوهات دي بتاخد مني وقت كبير جدا جدا، والوقت ده هو مخصص طبعا برضا ربنا سبحانه وتعالى، وعلشان ان انا اقدم لكم خدمة يعني تقدروا تستفادوا منها. الفيديوهات دهيت والوقت اللي انا بستقطعه من وقت الخاص ممكن يكون على حساب عملي انا او شغلي انا او راحتي او بيتي. فيا رب يا جماعة يعني ايه يكون الفيديوهات ديت ان شاء الله يعني بتساعدكم فعلا يعني. ولو لقيت الكلام ده صح فيا ريت ان انت تشير الفيديو، مش مجرد ان انت بس بتتفرج عليه وخلاص، لا شيره لاصحابك وزمايلك وفي الجروبات اللي انت مشترك فيها، على اساس ان الفيديوهات توصل لاكبر عدد ممكن من الطلبة. النقطة التانية اللي عايز انبه او انوه عنها هي ان في ناس يعني بتبقى يعني اراء فردية يعني، اي حد مثلا يقول لك ايه نزل لي اجابات كذا او اشتغل معانا مثلا يا مستر من كتاب كذا. طبعا الكلام ده ما ينفعش يا جماعه. اولا انا مش هقدر ان انا ارضي جميع الاراء يعني، استحاله يعني القناه بفضل ربنا سبحانه وتعالى معديه ال 54,000 يعني، فمش هقدر ارضي كل الناس. لكن انا بحاول ان انا ابذل مجهود علشان ان انا اراضي الجميع. فانت حضرتك دخلت على القناة بتاعتي لقيت ان في اختيارات معينة انا بقدر ان انا اعملها يعني. انا منشغل جدا بالمراجعة من لونج مان، لان زي ما احنا شايفين المنهج جديد، ولونج مان هو اللي متعلق شوية كده بالمنهج بتاعنا، وان شاء الله يكون في نصيب كبير منه يعني. وبعدين ده طبعا يا جماعه المؤسسه بتاعت اللي هي بتنشر الكتاب بتاعنا يعني. طيب في كمان اللي بيطلبوا اجابات لكتب معينه او كده، في بعض الكتب يا جماعه بتبقى بترفض ان اجاباتها تعلن على الفيديوهات، وده حقهم يعني. فانا بحاول ان انا لما يتوفر ليا ملفات معينه فبنزلها، ما فيش عندي اي مشكله، لكن بدون ما احرج نفسي او بدون ما احط نفسي في وضع مساءله. نقول بسم الله توكلنا على الله. النهاردة يا جماعة احنا طبعا عندنا بوكلت 2 مراجعة النهائية الشاملة اللي هو من لونج مان، طبعا جنرال براكتس اكسرسايز 2. هنا نمبر 1، Don't worry sir, the police are going to the crime and arrest the suspect. suspect طبعا اللي هو المشتبه به، يبقى ما تقلقش البوليس هيعمل ايه في الجريمة ويقبض على المشتبه به. هنا مثلا regulate يعني ينظم، investigate يتحرك، طبعا معايا ديت، calculate يحسب، appreciate يعني يقدر، يبقى أنا معايا الإجابة بتاعتي investigate the crime. First, my brother a visa. وهنا في فلوستوب يا شباب اهيت. Then, ثم he booked a flight، مش فايت طبعا، a flight يعني رحلة طيران to Canada. فهنا يا جماعة هل أجيب الماضي التام؟ لا، أنا بجيب الماضي التام لما يكون اللي هو الحدثين في جملة واحدة، زي ما بنستخدم مثلا إيه after، يعني after my brother had booked a visa he، ونكمل الجملة طبعا. طيب هنا الجملتين فديت هتبقى ايه؟ دي هتبقى هي خلاص جملة منفصلة في الماضي، ودي جملة منفصلة في الماضي. طب ايه اللي محدد لي الاول والتاني؟ اللي هي كلمة first و then. يبقى بدام جملتين كده يبقى احنا هنختار ماضي بسيط، يبقى first my brother got.
فيزا، حصل على التأشيرة الأول، وبعد كده طبعا حجز التذكرة الرحلة إلى كندا. السؤال ده يا جماعة زي ما انتم شايفين كده، تعال بص في الهامش اللي أنا عامله ده كده، احنا في عندنا يعني فعلين كده ثلاثة ممكن يلخبطونا، خدهم بقى والورقة والقلم معاك كده على جنب قبل ما نخش نختار. في فعل اسمه لاي، لاي ده ممكن يبقى بمعنى يكذب، وهنا هيبقى فعل عادي، فعل عادي يعني متصرف تصريف عادي، هتبقى ايه؟ لاي، لايد، لايد اللي هو يكذب، ده انا مش كاتبه طبعا، اللي هو الفعل العادي. في افعال تانية بقى اللي هي ايه؟ ريجولار فيربس، افعال شاذة، دي اللي انا كاتبها قدامك اهي. لاي اللي هي نفس السبيلنج بتاع لاي يكذب، بس هنا لاي بمعنى ايه؟ يركض. الماضي منها لاي، لاي. الباست بارتيسيبل لين. ديت يا جماعه الافعال دي بتبقى محتاجه يعني بتلخبط، انا شخصيا ممكن اتلخبط فيها، فعشان كده بقول لك دونها. يبقى ده ايه؟ الفعل يركض، ودي التصريفات بتاعته. طبعا الاي ان جي منه ال واي اي ان جي. الفعل الثاني اللي انا برضو عايز يعني اقول لكم عليه اللي هو لي. لي اللي هو يضع. لي اللي هو يضع. الماضي منه ليت. التصريف الثالث ليت. يبقى انا عندي ثلاث افعال. اللي انا مش كاتبه اللي هو لاي، لايت، لايد اللي هو يكذب. لاي، لي، لين اللي هو يركض. لي، ليت، ليت اللي هو يضع. بناء على كده تعالى خش شوف نوعية السؤال اللي عندي. The famous actress disclosed exclusive news. الممثلة المشهورة كشفت أخبار حصرية. But she about her age. لكن بخصوص إيه؟ السن بتاعها عملت إيه؟ هل نقول مثلا لي يعني متناسبة مثلا مع يعني هل ديت؟ ولا لين؟ ولا لايت؟ ولا لين؟ طبعا لين تكررة هنا يعني. طيب انا طبيعي يا جماعه هنا هختار كلمه لايت اللي هي لاي اباوت اللي هو يكذب بخصوص، لايت اباوت يعني كذبت بخصوص سنها، ما قالتش سنها الحقيقي يعني. الفعل لاي اباوت يعني يكذب بخصوص. في بقى لما نيجي نقول يكذب على شخص اللي هي لاي I'm worried the missing car yet. هنا الجملة في المضارع جرامر. أنا الآن العربية المفقودة yet بعد أو حتى الآن، يبقى أنا هنا محتاج إيه؟ محتاج مضارع تام، وهيبقى مضارع تام منفي، يبقى العربية إيه؟ hasn't been found. hasn't been found لم توجد. طبعا بسف شكلها بسف عشان ما نبصش لهازنت فاوند، يبقى هازم بين فاوند يعني لم يعثر عليها بعد. After the match بعد المباراة I had to my foot in ice cold water to reduce the swelling، عشان اللي هي التورم وكده، عايز يقول ايه بقى؟ يبقى انا غمرت او نقعت رجلي في ميه بتلج، يبقى هنا هل نقول ايه؟ ريفيرس يعيد أو يرجع للخلف. هل immerse dry يجفف heal يلتئم؟ طبعا immerse، immerse يغمر. I am afraid. طيب أنا أخشى. I preparing my dinner by the time my father return home at night. هنا خدوا بالكم مفتاح الإجابة عندي ممكن في الحتة ده by the time، ووراها مضارع بسيط، يبقى احنا كده بنتكلم في المستقبل يا جماعة، يعني قبل ما بابا هيرجع بالليل، تمام كده؟ يبقى احنا كده بنتكلم في المستقبل، يبقى I am afraid. هل نجيب ماضي تام؟ ما احنا قلنا خلاص بنتكلم في المستقبل. طيب I won't be finished بالشكل المبني المجهول ده، انا لن انهى، ولا I shouldn't have finished ده ديت بمعنى ما كانش ينبغي في الماضي. طب شوف دي بقى كده I won't have finished. دي مناسبة جدا لإيه بقى؟ اللي هو المستقبل التام المنفي، يعني أنا أخشى إن ما هكونش خلصت إعداد اللي هو الدينر قبل ما بابا يرجع.
يبقى السؤال يا جماعه بالنسبه لاسئله الجرامر او اي سؤال عموما يعني، وفي اي ماده لازم تقرا كويس وتشوف مفتاح الاجابه فين. طيب نمبر 7، هاف يو كونسيدرد. انا عارف ان الطريقه دهيت لما اجي بقترح على حد حاجه وبتاع كده، فكلمه كونسيدر اللي هي يفكر فيه، بجيب وراها الفعل في الاي ان جي فور، يبقى هاف يو كونسيدرد to a smart phone، يبقى طبعا upgrading. upgrading فكرت ان انت upgrading to a smart phone to replace the one you complained about، بدل اللي انت اشتكيت منه ده. my neighbor is easily irritated. irritated يعني ان هو بيستفز بسرعه او بيتغاظ بسرعه، يبقى he is، الصفة هنا اللي تناسبه ايه؟ هل كوايت، هادي، مودست، متواضع، توليريت، صبور، محتمل، محتمل اسف. طبعا كلمة جرامبي، جرامبي، جرامبي اللي هو زي حد الطباع ويسهل انه يسهل انه هو يتضايق وكده. علشان السؤال ده هو يا جماعه نحله، وما تخافوش من الحاجات اللي هي الجانبيه، انا اضطريت ان انا اعملها لان ساعات وانا بشرح وما بكونش اعملها، فساعات ما بتلزقش في المخ يعني. تعال انا هركز هنا يا جماعه على اللي هو الفريزل بتاع ليت، وهركز على اتنين تحديدا. خدوا بالكم معايا كده، ليت احنا عارفين ليت يعني ايه، يدع او يسمح. خلي بالك بقى من الفريزل ده، ليت داون، ليت داون اللي هي يحبط. let off اللي هي لا يعاقب، زي كلمة يسامح، يعفو. الاثنين دول ركز عليهم، الاثنين دول تحديدا يعني، الاثنين دول تحديدا let down يحبط او يخيب ظن حد، let off يعني يعفو. في بقى let out يساعد على الهرب، يهرب، يخرج. let up اللي هو يتحسن بالنسبة مثلا ايه للطقس وكده، يعني ايه مثلا the weather let up، او the rain let up يعني توقف المطر. فاحنا عايزكم تركزوا على الجزئيتين الاولانيين. طيب بناء على كده والكلام قدامكم، بقول له don't make this mistake again، ما تعملش الخطأ ده تاني. I will let you، خليك معاه، but if you repeat it، لكن لو كررته، I won't forgive you again. مظبوط. هنا طبعا forgive يعني سامح، يبقى أكيد هنختار إيه يا شباب؟ أكيد هنختار off. سجلوا يا جماعة الحاجات اللي بتشوفوها أول مرة أو اللي بتكون ملخبطاكوا يعني. The company is taking steps to improve the of goods and reduce costs. الشركة بتاخد إجراءات أو خطوات علشان تحسن. تحسن إيه بقى يا جماعة؟ بتاعة البضائع وتقلل التكلفة. في هنا أكيد أنا محتاج اسم. محتاج اسم، يبقى طبعًا هبعد بقى عن كلمة deficient وهبعد عن كلمة efficient. efficient اللي هي كفء. طب ما أنا هنا هروح باصص لكلمة efficiency. efficiency اللي هي كفاءة البضائع. لان efficiency عكسها كلمة deficiency اللي هي ايه طبعا؟ عدم الكفاءة، اللي هي عكس كلمة efficiency. يبقى الاجابة efficiency. 11. if I were a plumber، لو انا كنت plumber، يبقى plumber سباك، يبقى معنى كده قبل ما اكمل معناها كده ان انا I am not. I would replace that broken pipe، كنت غيرت اللي هي الماسورة دي. however يبقى I a plumber، يبقى هنختار ايه علشان تناسب الكلام دوت؟ يبقى I am not. I am not. There are a lot of families in our village. ايه نوعية الأسر بقى، الصفة اللي عايزينها للأسر في القرى بتاعتنا؟ they produce، بينتجوا منتجات طبعا هاند ميد، صناعة يدوية. يبقى أكيد طبعا يا جماعة بنسميها الأسر المنتجة. يبقى انا محتاج هنا الصفه، يبقى طبعا productive. productive طبعا production منتج، productivity اللي هي الانتاجيه، productively بانتاج او بانتاجيه. he's given a tour around هل دي he is ولا he has؟ تعالى بقى نشوف كده. هو بيقول لي
He's given a tour around historic places every time he visits Cairo. هنا هل he has given يعني بيدي a tour يعني بيدي جولة سياحية ولا بيعطى بيمنح جولة سياحية؟ واضح من الكلام ان هي بيمنح. فهنا انت عارفين ان أبوستروف اس ممكن تبقى اختصار لاس وممكن تبقى اختصار لايه؟ لهذا. فهنا هتبقى اختصار لاز، يبقى هي از جيفن. بناء عليه لو فهمت الجزئيه دي اروح بقى اختار، انا عرفت ان دي از، يبقى هنا طبعا هروح اختار السؤال المزيد بتاعها، يبقى isn't he some women can hardly their home lives with their careers. بعض النساء بالكاد ان هي بتوازن ما بين، ما دام جبت كلمة بتوازن ومشت معايا ما بين الحياة بتاعتهم الخاصة يعني والكاريرز اللي هي المهن بتاعتهم والوظائف بتاعتهم، يبقى طبعا كلمة بالانس اللي هي يوازن. سيبريت يفصل أو يفرق، كومبليت طبعا يكمل، انسوليت يعزل. ستوب بوستنج اباوت يور اتشيفمنتس، يعني توقف ان انت تقعد تتباهى بالانجازات بتاعتك. يو اباوت ذم، ده هنا سؤال جرامر، فور ادي فور ايه وفتره زمنيه وادي كلمه ناو لمده، الان يبقى من غير ما افكر يبقى مضارع تام مستمر، بريزنت بيرفكت كونتينوس اللي هو شكله بيبقى تكون من هاف هاز بين زائد الفعل في اي ان جي، يبقى هنا هختار هاف بين توكينج، يعني انت عمال تتكلم عنهم انجازاتك يعني لمده ساعه دلوقتي. Earthquakes are one of the that can't be expected. هي earthquakes اللي هي الزلازل. طبعا الزلازل يا جماعة لما ببص على الاختيارات هنا أكيد هختار disasters اللي هي كوارث، لأن blessings يعني النعم ودريمز أحلام وهوبس آمال. طيب 17 the banking are so smooth that all clients are very satisfied with the service، يعني راضيين بالخدمة وكده، يبقى هنا بيتكلم عن الإجراءات بتاعت يبقى طبعا بدل إجراءات يبقى هقول procedures. طبعا restrictions اللي هي قيود وlimitations تحديدات، برضو زي كلمة قيود مش مناسبة هنا. employers اللي هم أصحاب العمل، طبعا أنا خدت procedures. after the victim had recognized the real criminal، بعد ما الضحية victim اتعرف على المجرم الحقيقي، يبقى of the three، وخلوا بالكم من الكلام كويس، التلاتة الأصدقاء أطلق سراحهم were set free. هنا طبعا بدام تلاتة هل نقول every؟ لا، هي every one of، ولا all؟ طبعا all، ولا نان؟ لا، ما خلاص اتعرف على المجرم الحقيقي يبقى كل، يبقى كلهم مش نفي، وبوس طبعا للاثنين. بهجة جودز فول ماركس اند باست اول ذا كواليفاينج اكزامز، خد الدرجات النهائيه، يبقى هي ذا فاكولتي هي بريفيرد، خد الدرجات النهائيه واجتاز الامتحانات المؤهله يا جماعه، يبقى ايه؟ استحالة يكون دخل الكلية المفضلة بالنسبة له، ولا أكيد التحق؟ إيه رأيكم؟ الاستنتاج يبقى شكله، ولا احتمال، ولا كان ينبغي؟ طبعا must have joined. 20 the wicked man، wicked يعني الشرير، was accused of، اتهم به. طبعا هنا هنجيب ING، بصيت في الاختيارات كلها لقيت كلها فيها ING. The old jeweler اللي هو الجواهرجي العجوز، whose body was found near the river bank. ده في جريمة قتل هنا يا جماعة، لأن بيقول لي جثته أو جثمانه وجد مش عارف بجوار النهر، يبقى هنا خلاص كلهم فيهم ING، يبقى اختار المعنى، يبقى murdering اغتيال أو قتل الجواهرجي العجوز. saving طبعا in cause disappear اللي هي يختفي، investigate يتحرك. My brother a bicycle very often، هحتاجها حالا اهو، when he was a child،
طب اقرا علشان اخلي بالي من الكلام. But now he likes riding. دلوقتي هو بيحب ركوب الدراجات قوي. يبقى معنى كده ان هو ما كانش غاوي، ما كانش معتاد، ما كانش بيحب الدراجات، ان هو يركب الدراجه كده. طيب يبقى انا هنا ايه؟ محتاج كلمه لم يكن معتاد على، اللي هي اللي ايه؟ اللي هتيجي في دماغنا على طول didn't use to ride. اشوف كده الاول didn't use موجوده؟ لا ما هياش موجوده. طب ما انا ممكن اختار wouldn't يا جماعه. يبقى wouldn't اللي هي ممكن ان انا استخدم would زائد المصدر للدلاله على عاده في الماضي، وزي ما بنقول هي ما بتجيش في النفي الا لو كانت بمعنى زي ايه؟ زي كان بيرفض ان هو يعمل حاجه. طيب بعلمها بايه يا شباب الناس اللي قاعدين دلوقتي بيسمعوني كويس؟ هنا هتلاقي معاها ممكن يجي معاها always او often، يعني اللي هي الـ 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 الاحوال بتاعت الوقت اللي هي زي دي. فهنا كلمه اوفن اللي هي غالبا يبقى ممكن ان انا هو تقول wouldn't ride بتساوي didn't use to ride a bicycle. يبقى wouldn't في النفي هي تجيبها تدل على نفي عاده في الماضي مع مصاحبه كلمه زي كلمه اوفن. طبعا دي مش هختارها خالص لان دي مضارع. isn't used to والفعل في اي ان جي طبعا دي غير معتاد، ده في الحاضر. used to يعني كان معتاد، لكن طبعا دي هو ما كانش معتاد. يبقى الاجابه زي ما خدناها wouldn't write. هو محمد كان speak English, French and Italian. الراجل ده بيتكلم اللغات دي كلها. but Arabic لكن اللغة العربية تعتبر ايه اللغة بالنسبة له؟ أكيد اللغة الأصلية. يبقى mother tongue، mother tongue اللي هي اللغة الأم. second الثانية طبعا، وسترينج غريب، وفورين اللي هي الأجنبية، لكن طبعا محمد ده اللغة الأصلية أو اللغة الأم بتاعته Arabic. Alexandria lies on the Mediterranean Sea is the second biggest city in Egypt. هنا السؤال ده جاي ايه؟ يعني هو خابط في ضمائر الوسط. هل اسكندريه بيتكلم على حدث حصل فيها، ولا اسكندريه نفسها كفاعل بتعمل كذا؟ هو بيقول لي الاسكندريه التي تقع، التي تقع يبقى بتكلم عليها كفاعل. طيب يبقى انا هختار، مش هقول بقى وير حيث يحدث فيها، هقول ايه؟ يا ويتش يا ذات. ما دام في كوما يبقى هلجا لويتش، يبقى ويتش لايز اون، التي تقع على البحر المتوسط. My sister loudly when she saw a mouse in the bedroom. لما تشوف فار في اللي هو اوضه النوم يبقى اكيد طبعا هل تبتسم يا جماعه، ولا اسكيبت عشان تعبر، هي اسكيب يهرب، ولا فينتت اغمى عليها. يبقى الاجابه الانسب يعني لما حد رد الفعل الطبيعي يبقى سكريم، وبعد كده بقى ربنا يكرم بقى يهرب بقى يغمى عليه اللي يحصل ده. بس طبعا الموقف زي ما بيحصل مع الكل يعني، بس كريمز صرخت. نوعية السؤال ده ابتدت تتكرر معايا، اللي هي الكلام بتاع المباشر وغير مباشر او دايركت واندايركت. بيقول لي ايه؟ Which of the following is the correct reported sentence؟ اي جملة من دول هي الجملة الغير مباشر السليمة للجملة المباشر ده؟ هو جايب لي جملة اهي، بيقول لي طبعا بنقراها كويس جدا يا جماعة. بيقول لي I can't wait for you because I must leave the airport, leave for the airport to meet my uncle, said عماد. الكلام ده اللي عماد قاله مباشرة، فلما نيجي نحول الكلام إلى غير مباشر يبقى عماد سيد ذات. أنا جماعة لما أستحضر المعلومة علشان أساعد نفسي وأنا بختار، طبعا أي هتتحول لهي، وكانت هتبقى كودنت، ماشي معاك أهو. طب وماست، ماست يعني إيه؟ يجب أن، اللي هي بتتحول إلى هاد تو، مظبوط؟ مظبوط. بناء على كده تعال شوف الاختيارات قدامنا، هي يا جماعه قدامنا، تمسكها بقى واحده واحده لحد ما تشوف الخطا فين، تستبعد الجمله اللي فيها خطا. تعال شوف معايا دي كده. عماد said that he couldn't wait for me because he had to leave for the airport to meet his uncle. يبقى الاجابه بتاعتي السليمه هي دي.
Which of the following is punctuated correctly؟ السؤال بتاع البنكتويشن طبعا زي ما دايما اقول لكم محتاج تركيز بالعين كمان يا جماعه، عشان نخلي بالنا ممكن العين تخدع. انا بصيت لقيت في الكلام، تعال اما نقرا اول واحده وبعدين نختار. بيقول لي we are invited to the birthday في الابوستروف بكابيتال to the birthday party of our friend's 10 year old child، يعني ابن صاحبنا اللي هو عنده 10 سنين. فهنا كلمة فريندز دهيت المفروض ان ايه؟ في ابوستروف هنا. يعني شوف انا بستطلع من اول جملة، يبقى دي مش مظبوطة. طيب تعالى بقى شوف كده وي ار، لقيت الابوستروف هنا مش موجودة. طب بص بقى كده في سي وي ار انفايتد تو ذا بيرثداي، هتلاقي بقى ايه متظبطه كده وفي ابوستروف اهي بعد فريند واد اللي هي 10 يير اولد، المفروض ما دام في رقم ودي صفه مركبه يبقى هنا في اللي هي الداش والداش هنا كمان مظبوط. يعني لما يكون في رقم اللي هو ظرف الزمان مظبوط وكلمه اولد يبقى هنا في بينهم شرطتين. شوف اللي قبلها على طول اهي 10 year old، الغلطة اللي هنا هي طبعا كلمة في ناون المفروض تبقى في داش، يبقى الإجابة بتاعتي هتبقى إيه يا جماعة؟ سي هي اللي معمولة بانكتشويشن سليم. بيقول لي the following could be part of، هو عايز نوعية مقال، بيقول لي اقرأ الجملة الجزء ده أهو، الجزء ده هو من مقال وشوفه تبع أنهي، هل persuasive إقناعي؟ هل descriptive وصفي اللي هو الوصف مكان او شخص او كده، ولا ناراتيف اللي هو روائي، ولا ارجومنتاتيف اللي هو جدلي. لما يجي تبص تلاقي ابدا كده ذا تاج محل، بيتكلم على تاج محل از ا ماجنيفيسنت انديان مونومنت ذات انوالي اتراكتس فيزيتورز فروم اول اوفر ذا وورلد. It's situated on the، وبيتكلم بقى بيتكلم على الوصف بيقع فين ويبتدي يوصف تاج محل. طبعا يا جماعه انا يعني دايما النصيحه اقرا كويس، امال انا هنا ايه؟ انا بحاول اساعدك بس، لكن إيه طبعا انا بختصر على طول وبقول لك ديت من خلال ما احنا قرينا الجزئيه الصغيره، انت بتقرا وتكمل، فهو بان ان هو ديسكريبتيف اللي هو وصفي، يبقى مقال وصفي وصف مكان اللي هو تاج محل. نيجي للكومبرهنشن او الباسج. بالنسبه للقطعه شباب زي ما احنا دايما بنتكلم بنقول القطعه، ابتدي استعرض القطعه، القطعه هتقراها ثلاث مرات على الاقل وتستاهل. اول مره بتقراها سريعا كده على اساس ان انت تاخد الفكره العامه للقطعه، ولو فيها كلمات صعبه حط تحتها شرطه وامشي امشي ما تقفش عند كلمه. اما تيجي بقى المره الثانيه بتقراها ببطء شويه وبعدين على اساس تفهم اكتر وتقدر تخمن معاني الكلمات اللي انت ما عرفتهاش في المره الاولى. المره الثالثه بتقرا على اساس ان انت تجاوب، زي ما كل مره بعمل معاك، بس في الامتحان مش هتلاقي حد بيعمل معاك كده. انت انا بقرا بس معاك الجزئيه الاولاني عشان ادخلك في الموضوع، بس انت تقرا على مهلك. هنا بيقول لي هايبريد ورك، هي هايبريد ورك اللي هو طبعا اللي هو الشغل، ممكن يكون في نوعية شغل يا جماعة، ممكن تشتغل من المكتب ممكن تشتغل من البيت. فهو بيقول لي is a term that people are using more and more often today، يعني بيتزايد اللي هو الشغل بتاع هايبريد to talk about new ways of working. The word hybrid means، هو بقى بيشرح لي بقى hybrid ديت a combination of two or more different things، هو مزيج من شيئين ثلاثة. So hybrid work means working in several different ways and more especially working from، أعتقد هنا كلمة home ناقصة، يعني ممكن تشتغل من البيت and working in an office with other people. This way of working usually provides a lot of flexibility اللي هي ليونة for employees الموظفين، because most of the time they can decide for themselves when they want to work at home، ان هم ممكن يشتغلوا من البيت. They may only have to come into the office
once or twice a week ممكن يروحوا اللي هو مكان الشركة الشغل يعني أو المكتب مرة أو مرتين في الأسبوع علشان to attend a face-to-face meeting، يعني يعملوا مقابلة وجها لوجه أو اجتماع شخصي وجها لوجه مع زمايلهم يعني وكده. فحضرتك بتكمل بقى وتشوف ايه اللي بيحصل في الكلام. تعالى بقى انا هروح معاك للاسئله. بيقول لي according to the passage، طبقا للقطعه، hybrid work هو ايه؟ بيقول لي تعالى شوف كده الاجابه بيه معايا ووافقني او ناقشني. is a flexible working model، نموذج عمل مرن، where employees work partly in the workplace and partly at home. الإجابة بي سليمة بناء على ما قرأت من القطعة. لو جيت تقرأ أي حاجة تانية هتلاقيها مش مناسبة، والقطعة يا جماعة سهلة جدا وما تخافوش منها حتى لو فيها كلمات مرعبة، ما تخافش اقرأ كويس وافهم المعنى العام إن شاء الله هتحل. طيب هنا The main idea of the passage is، الفكرة الرئيسية بتاعت القطعة عن هنا مثلا بيقول لي، تعال ما نشوف بقى المرة دي عشوائي أشوف كده بي تنفع. The demerits of، هل بيتكلم على عيوب الهايبريد؟ لا ما حصلش. طب how to make hybrid spread in places of manual production، اللي هو الإنتاج اليدوي؟ لا ما اتكلمش في الحتة دي. The impact of hybrid on the environment، تأثير الهايبريد على البيئة؟ لا ما اتكلمش في النقطة دي. تعال شوف الأولانية بقى اللي أنا هختارها، Why hybrid work increases، ليه بيتزايد اللي هو النوعية ديت من العمل هايبريد؟ Hybrid work usually provides a lot of flexibility for، بيدي او بيوفر الكثير من المرونة والليونة لمين؟ لمين يا جماعة؟ اللي هي تعال شوف معايا كده، people working at workplaces، الناس اللي هي بيشتغلوا في مكان عمل. يعني مثلا هنا لو قلنا clients، العملاء، dealing with employees، لا طبعا ما بيتعاملوا، مش موضوع عملاء. employers اصحاب العمل، candidates المرشحين، hoping، لا طبعا هو الإجابة سي. كل اللي عليك تقرأ القطعة كويس وتفهم عشان تعرف تعمل اختيارات سليم. برضو هنا بيقول لي according to the passage which of the following isn't one of the advantages، أي من دول، خلي بالكم يا جماعة بقروا الأسئلة دي كويس، isn't مش واحدة من المميزات بتاعك، مش واحدة من المميزات. لما تلاقيها، لما تيجي تقرأ وانت بتختار اي ميزة للهايبريد، لا مش دي اللي هنعلم عليها، ما تلاقي واحدة مش من المميزات يبقى هي دي بتاعتنا. تعال شوف كده انا رحت للحتة دي، وانت حضرتك يبقى وقف الفيديو وحل بنفسك وشوف، ويا ريت تحل الامتحان او تحل المراجعة او البوكلت قبل ما تراجع معايا الفيديو. تعال شوف كده، the possibility of getting more money when working from home، إمكانية الحصول على مزيد من المال. لا دي ما كانش ميزة خالص أو ما ذكرهاش يعني ما اتكلمناش في كده. طب هنا being happier and more motivated than other employees، اتكلم على الحتة دي كانت ميزة. having more control over your schedule، على جدول العمل بتاعك بتبقى انت المتحكم فيه اكتر. avoiding the unpleasant aspects، ان انت تتجنب اللي هي الاشكال الغير مريحه للعمل في المكتب. يبقى الاجابه عندي B. what is the only demerit of hybrid، ايه اللي العيب، demerit العيب الوحيد للهايبريد؟ تعال شوف معايا كده، هل الحصول على lower salary ولا doing more tasks at home، ولا hybrid work can't be applied to people who do manual work in factories؟ اللي هو الناس اللي هي العمل اليدوي، الناس اللي بتشتغل في العمل اليدوي في المصانع مثلا على سبيل المثال، يعني ده ما بيتطبقش على الناس دول. مظبوط. Hybrid provides flexibility to choose، بيقدم مرونة في الاختيار. ايه بقى اختيار اللي هو هل the face to face meetings، هل the salary to receive، هل the kind of work، هل the time
to work at home بيقدم اللي هي المرونة في الجزئية دي، اللي هو الوقت ان انت تشتغل في المنزل. طيب the underlined word، كلمة this لما تلاقي كلمة وجاي جايب لي تحتها خط او مظللها او كده، بتروح بتقرا حواليها كويس، الجملة اللي قبلها كويس جدا والمحيط بتاعها، عشان تعرف توصل كويس للاختيار السليم. شوف كده يا جماعة معايا، سي being happier and more motivated than other employees. لما تطلع على كلمة this، تعال نشوفها كده، اللي هي الكلمة ده this، هتبص تلاقيها بتشير الى كل اللي قبلها اللي هو happier and more motivated. فعلا الاختيار سليم، او الجزئية ديت صح. جايب لي طبعا هنا بيحاول الى حد ما يبقى مقرب من اللي هو السبيسيفيكيشن، يعني جايب لي قطعة تانية، برضو القطعة التانية بنعمل معاها زي القطعة الاولانية. تعال نشوف برضو ادخلك في المجال. هنا بيقول لي how many of the profits you see on social media، قد ايه اللي هي لا البروفيلز، اسف يا جماعه بروفايلز، كم بروفيل انت بتشوفه على السوشيال ميديا are real حقيقي، and how many are fake. وفي طبعا بروفايلات كتير على زي الفيسبوك وتويتر والحاجات ديت اللي هي السوشيال ميديا بتبقى فيك. Probably more than you might think. احتمال يكون أكثر مما تعتقد. The number of fake accounts، الحسابات اللي هي الفيك، is estimated to be between 5 and 10%، ما بين 5 و10% of all social media accounts. A fake social media profile is defined as an account which contains details، اللي هو بيحتوي على تفاصيل، which have been invented، اللي هي بتخترع by the user، اللي هو الشخص اللي عامل الاكونت، or which appear to have been created by one particular user but have actually been created by someone else. إذن لكن هو ان حد، يعني ان هو حد حقيقي اللي عاملها، انما هي طبعا بتبقى معموله بواسطه حد تاني، اللي هي بتكلم على الاكونتات الفيك. حضرتك بقى بتكمل على هذا الاساس وبتبتدي تقرا بقى واحده واحده وتشوف، ولو في كلمه تحتها خط تحت زي كلمه relevant بتشوف برضو، يعني لو انت مش فاكرها بتشوف المعنى بتاعها قريب لايه وكده. certify according to the passage true accounts، الاكونتات اللي هي الحقيقيه اللي هي بجد، احنا قلنا الفيك ما بين 5 و10، يبقى constitute 92.95% من 90 ل 95%، يبقى كده مظبوط، الإجابة سي. Identifying fake social media post، التعرف على الأكونتات أو الفيك، يعني السوشيال ميديا بوست اللي هي البوستات الفيك، is حسب ما قرأت في القطعة حضرتك إيه بقى؟ يبقى more difficult than you might think، يعني ان انت تتعرف عليها اكثر صعوبة مما تعتقد، يعني في ناس بتعتقد ان في اكونتات حقيقية وهي في الاصل ايه مزيفة. انا جبت دي منين يا جماعة؟ ما انا قريت القطعة مرة واثنين وثلاثة. many of the posts are very convincing، في بوستات كتير بتبقى مقنعة جدا. a convincing thing اللي هو المقنع، الشيء المقنع بقى، حتى في الفوكاب يعني is something you، يبقى هو شيء، هو انت ايه، اكيد انت تبقى مقتنع بيه او مصدقه، يبقى طبعا هنختار كلمة believe. بيقول لي you can start by searching for the name of the person، للشخص ممكن ان انت تبدأ بالبحث عن اسم الشخص from the profile online. Who is the person referred to here؟ مين الشخص اللي انت بتشير اليه او المشار اليه هنا؟ هو ها، ايه رايكم؟ تقرا بقى كويس كده، ها بص في سي، the person who you are suspicious of او her account، يعني الشخص اللي انت شاكك فيه او فيها، في حسابه او حسابها. يعني لما كان بيكلمني في القطعه بيقول لي you can start searching for the name، بتبتدي تبحث عن اسم الشخص اللي هو من البروفايل. This is particularly relevant
in the case of profiles of famous people relevant ومتعلق ب or people in the public eye أو الناس اللي هي المشهورة people in the public eye. هيسألني بقى على people in the public eye دي معناها إيه اللي هو public eye يا جماعة اللي هي زي ما بنقول اللي هي المشاهير اللي هو تعالى شوف بيها تناسبها we know who they are اللي احنا عارفين من هم because they are famous like movie stars زي نجوم السينما and famous athletes والرياضيين المشاهير is an antonym antonym يعني ايه مضاد عايز بقى يختار كلمة مضاد لمعنى relevant relevant اللي هو متداخل مع او متعلق ب relevant يبقى هو عايز عكسها هو عايز عكسها يبقى ايه عكسها اللي هي unsuitable اللي هي غير مناسب او غير relevant زي ما احنا اتفقنا بنقول ايه ذو صلة متعلق ملائم كده مناسب يبقى احنا خدنا unsuitable ده العكس بتاعها بقى اللي هو غير مناسب او غير ملائم يبقى الاجابة دي What is the main idea of the passage? إيه الفكرة الرئيسية للقطعة بتاعتي؟ الفكرة الرئيسية يعني القطعة بتناقش إيه يا جماعة؟ ملخص القطعة إيه؟ الفكرة هي شوف بيه كده معايا How to deal with fake social media accounts إزاي تتعامل مع الأكونتات الفيك اللي على السوشيال ميديا؟ الإجابة B هنبتدي نروح على translation الترجمة وهيبتدي من الترجمة from Arabic into English الانترنت صح صح بقى للكلام كده وشوف الكلمات المفتاحية الانترنت عبارة عن شبكة عالمية تمام تفيد مليارات الناس في العالم تفيد مليارات الناس في العالم فقد أصبحت الأنشطة اليومية التي كانت تستغرق وقتا طويلا الأنشطة اليومية اللي بتاخد وقت كبير ويصعب إدارتها أصبحت إيه بقى بسيطة للغاية ويسهل إنجازها أخد بقى إيه واحدة واحدة أنا الإجابة بتاعتي يا جماعة هروح طبعا أنا يعني زي ما قلت لك من أمال ليه الفيديو بياخد وقت طبعا بذاكر الامتحان كويس جدا وبعرف أنا عايز أقول إيه كنت المفروض بتبقى عامل زي يعني ما تفكرش إن الورقة بتنزل بحل معاك على طول شوف بقى كده بيه وراجع معايا The internet is a global network that benefits ماشي مع الكلمات المفتاحية هي تفيد billions of people in the world daily activities that were time consuming اللي هي كانت بتستهلك الوقت and difficult to manage are now دلوقتي هي very simple and easy to accomplish ويسهل انجازها بعد ما خلاص خدت الاجابه بتاعتي انا خدتها بناء على ايه بناء على ان في خطوه لازم انت تكون بتعملها الاول ان انا اقرا واحده واحده يعني مثلا زي الاولانيه اذا انترنت از لوكال هل تنفع يا جماعه لوكال نتورك طب لوكال دي معناها محلي لا انما هي بيقول لي شبكه ايه جلوبال عالميه برضو لو قريت بقيه الكلام هتلاقي فيه خطا معين لقد اثرت الحرب الروسيه الأوكرانية على أسعار السلع الضرورية والنفط في كل أنحاء العالم وخاصة الدول النامية اللي هي developing countries لذا لابد من تضافر الجهود ومحاربة التجار الجشعين لمواجهة هذه الأزمة اللي هي crisis نشوف مع بعض كده أنا الإجابة بتاعتي ممكن أشوفها في نمرة سي تعالى شوف معايا كده The Russian-Ukrainian war has affected the prices تمام of essential commodities اللي هي السلع الضرورية and oil all over the world especially developing countries الدول النامية therefore ولذلك efforts must be combined اللي هي تتوحد الجهود يعني and greedy merchants والتجار الجشعين must be fought يجب أن يحاربوا to face this crisis الإجابة هنا مظبوطة
تعالى نشوف وليكن مثلا الأخيرة. طبعا يا جماعة أنا بعمل بس عشان الوقت بتاعكم يعني. نشوف الأخيرة كده. بيقول لي the Russian Ukrainian battle دي معناها معركة. احنا طبعا عايزين كلمة war، وطبعا اللي هي battle اللي هي بتبقى معركة صغيرة يعني. طب تعالى نشوف كده the prices of all commodities. هنا بيقول لي all، لا هي طبعا بيتكلم عن اللي هي essential مش all. يبقى علشان كده بقول لك لما تقرا هتلاقي في كلمه كده مش مظبوط، قريت كله بقى وفي لخبطه، ابتدي اقرا بقى تاني لحد ما تطلع لانسب اجابه. English to Arabic. Most parents of the world are severely affected. ولا most parts I'm sorry. معظم أجزاء العالم أهيت are severely affected يعني تأثرت جدا by pollution بالتلوث. As a result global warming is caused اللي هو الاحتباس الحراري تسببه إيه بقى؟ increase in the amount of carbon dioxide اللي هو زيادة في نسبة أو كمية ثاني أكسيد الكربون into the atmosphere اللي هو في زيادة الكمية بتاعته أو نسبته في الجو. الإجابة بتاعتي هروح على سي كده وحضرتك هتراجع معايا واحدة واحدة. most parts معظم أجزاء، يبقى تتأثر معظم أجزاء العالم بشدة بالتلوث. ماشي مظبوط ماشي مظبوط. نتيجة لذلك يزداد الاحتباس الحراري بسبب زيادة كمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة في الأرض ولا المنبعثة في الجو. طب تعالى نشوف حاجة تانية. تتأثر بعض دول العالم، لا مش بعض دول العالم، طب تتأثر معظم أنحاء العالم بشدة التلوث. ماشي. نتيجة لذلك يحدث الاحتباس الحراري هو هي يسبب طب بسبب زيادة كمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة في الغلاف الجوي. مثال يا جماعة دي أنسب، دي أنسب. تتأثر معظم أنحاء العالم بشدة التلوث نتيجة لذلك يحدث، يبقى هنا كوز، يحدث الاحتباس الحراري بسبب زيادة كمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة مظبوط اللي هي emitted المنبعثة في الغلاف الجوي. الإجابة دي بي مظبوطة يا جماعة، بي مظبوطة، يبقى بي هي الصح. لان ديت لما جيت اراجعها تاني كده لقيت بيقول لي المنبعثه في الارض اللي ما هنا اتموسفير اللي هو الغلاف الجوي. طيب تتاثر معظم شعوب العالم، لا هي الاجابه بتاعتنا هتطلع بي، يبقى الاجابه بي مش سي. some people measures success بتقيس النجاح. بعض الناس بيقيسوا النجاح in life in terms of the money يعني ايه؟ من حيث او مش على شكل الاموال اللي هم بيكتسبوها او بيكسبوها. I think the real success is to use this money. اعتقد النجاح الحقيقي هو ان انت تستخدم المال في رفاهية او رخاء of the world not for destruction وليس في الدمار. هنشوف كده يا جماعة. تعالى نشوف سي. يقيس بعض الناس ماشية صح النجاح في الحياة بمعيار الأموال التي يكسبونها اللي هي كلمة earn. أعتقد أن النجاح الحقيقي هو استخدام هذا المال من أجل رفاهية العالم وليس للتدمير. دي مظبوطة. طب تعال نشوف بي بالمرة كده نشوف الشبه بينهم إيه. يقيس بعض الناس النجاح في الحياة من حيث الأموال التي يتاجر هي طبعا يكسبونها. أعتقد أن النجاح هو استخدام المال من أجل رفاهية العالم وليس للتدمير، يبقى الإجابة بتاعتي هي المناسبة سي. بالنسبة لدي بيقول لي يقيس معظم الناس النجاح في الحياة بمعيار الآمال، لا طبعا هي الأموال. يبقى أنا خدت الإجابة سي. وفي النهاية أشكركم على حسن استماعكم، وإن شاء الله على وعد يا جماعة قبل ما أول ما ينزل بوكلت جديد إن شاء الله أو أي حاجة هنشوفها مناسبة ليكم بإذن الله هننزلها على طول. يا ريت يا جماعه اللي عنده استفسار على سؤال، لان ساعات ما بعرفش ارجع للفيديو،
يعني ما بعرفش اقعد اشغل بقى الفيديو تاني. لو في سؤال مش يقول بس رقمه او كده، لا يا ريت يكتبه بحيث ان انا اعرف ارد على طول يعني. شكرا وتحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.